بس هي شغله خطره كتير ويمكن روح فيها. لك حاجه بقى تعمل لي خطره ما خطره، كلياتها قدحتين بالقداحه. شو انا عملت لي اياها شغله؟ وقديش بدك تعطيني عليها؟ قديش بدك انت؟ عصم الليتين حبعطيك اربعه. ايه اربعه، بتاخد اول وحده بعد ما تخلص، بعطيك الثانية بعد ست شهور، وبتاخد تنتين بعد سنة. وليش هيك بدك تنقطني يا مطنقي؟ مشان اضمن انك لا تحكي ولا تجيب سيرتي. لا لا ابو سالم، مستحيل جيب سيرتك، وايش كان بدي اجيب سيرتك؟ بروح فيها قبل منك. لك يا اخي ما بتعرف يعني، بركي هيك لا سمح الله انكشفت. ايه شو عليه؟ ما قلت شي بنور. يعني استبينا؟ استبينا. لك ان دير بالك منيح ها؟ ولا يهمك ابو سالم. على شو بده يدير باله؟ لا يا ابي ما في شيء، بس موصي هيك يعني على اشي وكم غرض ومقادم. المره الماضيه جاب اياهم مثل خلته، فعامل له يدير باله. ايوه يلا تيسر، روح روح. عن اذنك صفوان القنديل. الله وامي روح روح شوف شغلك. شرف يا ابي شرف. بس يوسف كان جوا. ليكون اشتغل عليك ها؟ لا لا ابدا ابدا. والله عرفان كاني شايفك مالك كفو ها؟ لا يا ابو سالم، هي ما حبيتها منك بنوب. علي الجيري، هلا بروح وبورجيك اني كفو. شي؟ لك وين رايح؟ رايح احرق الحاصل، جهار نهار هيك. لك يخرب بيتك من حالك، لك شو جنيت؟ مشان ما تقول عني ماني كفو. لا لا كفو ابضاي، انا اللي بعرفك، لك عم بمزح معك شو بنا؟ قلع لي. لا لا يقلع لك. خلاص هلا مثل ما عم حاكيك، انت استنى لحتى يصير الجو مناسب بعدين بتشتغل شغلك. بس بتدير بالك عرفان مثل ما فهمتك ها؟ ولا يهمك ابو سالم. كفو كفو قضاي، تيسر. السلام عليكم. شي يلا نزيل زيل يا مو، بدك تروح على بيت ابو خيره. يلا يا مو يلا يلا نازل. يا مو لا تنسى تاخد علبة التتن معك مشان تشرب سيجارة قدام شباب الحارة. ايه يا مو ايه ايه. تساوي هون ولا لكن لكن رحي مخلقتي انزلي ما بدي لكن انزلي وسعي على عوطة. خرب بيتك من حالك والله عرفان هيك بدك تدهورينا. ان شاء الله ديار عمرو عم يخيره ان شاء الله. الحمد لله على السلامة. يا الله بيت عامل يا ابو خير. حري حري يا اهل الحارة، يا اهل المروة، يلي عنده صوت الاوطان شارع عبي يا ماي منو على حاصل ابو الله. رشدي 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 يا رامتي شو لا حول ولا قوة إلا بالله.
رشدي لا حول ولا قوة يا شباب. رشدي يا رشدي رشدي رد رشدي يا اخي رد. الحمد لله بلش يصحصح. انا رايي ناخذ على خسته خاني. ما في داعي انا طول ذلك، لكن دقوني شي شغلة بقى هيك نحطه على الحرق حتى يبرد شوي. يا جماعة اللي بيته قريب جبنا شوية لبن. اي والله لبن منيح. سرعة سرعة يا شباب شوية لبن. انفجروا هاد صفوان الكلب. صفوان شو الحكي؟ رشدي قولي على قامتي رشدي. ولك شو اللي جابك لهون؟ شو اللي جابك لهون؟ روحي على البيت عمي، الله يرضى عليك روحي على البيت. ماني رايحة. روحي مع عمك على البيت. قلت لك ماني رايحة، بدي ضلني هون مع أخي. بدك تكسري كلمتي و... لا 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 يا أم صفوة، الله يهديك، ليش هيك عملت؟ وصل على البيت، وصل على البيت عمي يلا بسرعة. روحي قدامي، روحي قدامي. شريف. يا رب يا رب دخيلك لا تجعل منيت على ايد وحيدي. قومي شوفي مين وليه. مين؟ نحن جماعة كراكوف تعالوا الباب. كراكوف؟ قولي على قامتي. ليش سلمى ماتت؟ يا مو سلمى ماتت؟ قولي على طول منين اجتنا هالمصيبة؟ شو بدكن يا أخي؟ تعال يا أختي بدنا صفوان. يا أخي والله صفوان ما دخلوا. جماعة تعمينه لازم ناخده معنا. أخي والله هي وقعت لحالها مو هو وقعها. شو هي اللي وقعت لحالها؟ سلمى. شو سلمى ما سلمى؟ لك أختي أنا بدي صفوان. صفوان راح على الخستة خانة. افتحي لشوف بدنا نفتش البيت. بقصف عمرك إذا بتقولي إنه أخوك رماها من على السلم. لكن شو بدي اقول؟ ايش كان سالوني مين رماها؟ قالوا لي ابي رماها يعني؟ بكره ممكن نار غنم بتقليله وقعت لحالها. ماشي. ايه اخي يلا يلا راح نتغطى. هو انا كنت واقف على الاسطوح وهي عم تطلع لعندي على الدرج، لك مدري شلون هيك صار، فركشت وقعت على رجلها مفكشت. خلاص خلاص ماشي الحال. بيسلم عليك سالم بيك، بيقول لك امسك هدول عشان تشتري لك دواء. لك ايه والله الله يديم خيركم وخير سالم بيك. وخليها تاكل بيض وشربها حليب. بس كان لازمك كمان مصاري يمرق لعنده. اي والله اي والله الله يخلينا ياكم. شوفي يعني هو مثل ما بتعرفوا الوالدة حرمة كبيرة واختي الله يكون بالعون، بقى عم قول بركي سالم بيك بيعود بياخدها لعنده على البيت وبدرية بتقوم بخدامتها. بدرية ما لها فاضية، بس مسيك هدول استكري لها خادمة تجي تخدمها لبين ما تطيب. اي والله الله يخلينا ياكم ويكتر خيركم واموالكم. يلا السلام عليكم. وعليك السلام يا سرا. نعم لك لحيني لهون كمان. صفوان اهلي والله بالعقيد على راسي. أهلين بالعقيد. شو عم تساوي هون؟ والله يا عقيد هيك حرمتي وقعت من على السلم لما جبتها على الخستخانه. لخير انتو شو عم تساوي هون؟ جبنا رشدي لهون. شي؟ لخير ليش شو ابن عمي؟ لك مو الحاصل تبع عمك ابو الضاح احترق؟ قام فات رشدي لحتى يطفي النار، اشتغلت فيه النار حرقته حرق. لك 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 يا لطيف يا لطيف. والله هذا اللي صار. وحرمتك شلون صارت؟ لك شو بدك من حرمتي هلا؟ خليني اشوف ابن عمي. ابو عجاج. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك شو كنتوا حاطينه على وشه؟ قالوا حاطينه لبارح. سلامتك يا ابن عمي، سلامتك يا ابو عجاج. لك ان شاء الله انا ولا انت. واحد الله بسالم رشدي ما في شيء. لا اله الا الله، اكيد ما في شيء، اكيد ما في شيء يا ابن محجوب. ولا عم ضحكوا علي. والله ما بتستاهل يا ابن عمي، لك والله ما بيستاهل يا جماعة. لك شو هاد؟ اخروه هيك خلونا نعرف نشتغل. مشان الله تركني هون دكتور، والله روحي معلقة فيه. يلا يا شباب يلا، عم بدو اسحبوا لها خلصني. سلامتك ابو عجاج. لك واحد الله صبرك. خلينا نوقف برا بس ندير بالنا عليه. شاهد انا الحق علي، ما كان لازم اترك الحاصل لو الله. لا يا اخي لا، هذا امر الله، الله هيك كاتب علينا. اي امانه يا ديبو امانه،
والأمانة غالية. طيب الصبح امشي يا أخي، امشي امشي، خلينا نصلي صلاة الصبح. انت صلي هون، أنا ماني رايح. على شو خايل؟ اي ما ضل شيء نخاف عليه، امشي امشي، اتكل على الله وامشي. على مهليك، على مهليك. يلا هلا ترتاحي جبن. اوكي تشوفي. سلامتي. يلا تعي خديها تعي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، سلامتك سلامتك يا مو. اللي جبتها ما قلت لك وديها على بيت خالها؟ لك اطولي بالك يا ماما، ما بدك تعرفي شو صار. شو بده يصير يعني؟ انا واختك ما بنقدر نخدمها، خدها على بيت خالها، هنيك في بدريه بتقوم فيها. بعت لك حمى يا سلمى، قلت لحالي بتكوني متي وارتحنا مني، بس مثل ما قال المثل زبادي ابليس ما بتخيس. تضربي انت وهالمثل، تضربي على هالمنطق. صحيح مثل ما قال المثل، ليش يا بعدي شو قال المثل؟ شو بيعرفني المثل اللي قلتي لي اياه امبارح؟ لك بس اتذكروا بقول لك اياه. لك حاجه سرسره انت وياها ولي، ومن ابري فوتي انا جوا. يلا لشوف. لك يلا فوتوا لجوا. ابري حقوقك. يلا 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 يلا، خلصونا منكم شوي. بتاخذها على بيت خالها، انا واختها مو مجبورين منوب فيها. يا مو سالم بيك اعطاني قرشين لحتى استقري لها خدامه. شو؟ لك ايه مثل ما عم حاكيكي، وانا قلع لي خذوا انتو المصاري انت وزكية واخدموها. وقديش عطاه؟ جوز عصمان لي. عجبك هيك يا وجدان؟ واحد ولد مثل هاد يطالع هيك صيت على ابني صفوان؟ وانت امتى صارت الحادثة مع حرمتك؟ والله يا سيدنا يعني بدكم تقولوا مع صلاة العشاء. أكيد؟ لك شلون أكيد سيدنا؟ هي أمي وحرمتي بالبيت، فيك تروح تسأله، وفيك تسأله كمان خالها لحرمتي سالم بيه. طيب قل لي لشوف، مين له مصلحة يحرق الحاصل؟ ما حدا له مصلحة، مين له مصلحة؟ مصلحة شو يا أبو جدعان؟ هذا بكون في شي واحد مرر من هني وكابب له سيجارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا كيس تبيته ورا الحاصل وفي قماش مبلولين بالكاز. كاز؟ إي نعم يا بيت، مبلولين شمريقتهم. معناتها الحاصل محروق بفعل فاعل يا أبو صفوان. فعل فاعل؟ معناها لازم نعرفه اليوم قبل بكرة. علي ما علي لخلي صفوان يذبحه ويحرقه كمان. اي والله لأطعم اسناني واحسب الله ما خلقه. فرجيني هالقماشات نشوف. هذا قماشة روب نسواني. وهذه من نفس القماشة، ها؟ هذه قماشة قميص. يا جماعة بتتذكروا حدا بيلبس قميص مثل هالقميص؟ والله ما بعرف يا أبو جدعان، بحياتي ما شفت حدا لابس هيك قميص. إيه أنا شايفه هذا القميص. أيوه. مين كان يلبس قميص مثل القميص؟ صاحبه صاحبه. والله أنا شايفه من زمان بس ماني متذكر. ولك اتذكر خيي، خلصني اتذكر. راح عن بالي هلا. بس أكيد رح أتذكر. مش مشكلة. هسا روح وبس تتذكر تجي بتقول لي. أمرك يا بيت، السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحرق قلبه اللي عمل هالعملة، قطع رزقنا ورزق أولادنا اللي ما بيخاف الله ابن الحرام. فجار رزقك ورزق أولادك على الله، والحاصل لازم يرجع مثل ما كان. منين يا حسرة منين؟ وانت بتعرف البيرو قطايا يوسف. اتفقنا أنا وديبو نرجع الحاصل مثل ما كان وأحسن. حلو، بس كيف؟ رح نعطي المصاري اللي أعطانا إياه المعلم أبو وضاح قبل ما يسافر للمعلم رشدي، وأنا مصرياتي جاهزة، وقلنا ديون مع الناس من على بكرة بفتل عليهم واحد واحد. حلو، والمعلم رشدي بكمل راس المال. الله يعينه لرشدي، فالمصريات اللي اعطاها اياهم ابو وضاح انسرقوا بنفس الليله. اي أيوة والله صحيح. الله يفرج. امين يا رب. فوت على يوسف. السلام عليكم. سلام. عجبك عقيد؟ عجبك على هالتهمه اللي تهمني اياها ابن عمي رشدي؟ شو له مصلحه لحتى يتهمك هيك تهمه؟ بكرهني عقيد؟ بكرهني على كره وضاح وابو وضاح الي؟ وضاح وابو وضاح ما بجيب سيرته ابنه. امرك عقيد امرك، بس انا قصدي اقول لك انه وضاح الله يرحمه. اي والله الله يرحمه ويتغمده برحمته ويسامحه عن هالعمله اللي عملها. عن عمله العمله اللي عدموه كرمالها عقيد. صفوان
طويلة هالسيرة. أمرك عادي، أمرك وعلى رأسي، بس كل الناس لازم تعرف وضاح ورشدي. شو بنا؟ شو عم نحكي؟ يا عقيد أنا ليش ما بدي أحكي؟ أنتوا بتكون تسكتوني. كيف ما غياب من هون؟ عقيد مشان قال لك العقيد كيف ما غياب يعني كيف ما غياب؟ باق الله ينزع صباحك، بتمنى زع صباحنا. روي عقيد، روي، عود عود، طول بالك. لا تهز بدنك عقيد. جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا شار.